تعرفنا بحضرتك؟ انا والد الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح، شهيد ثوره 25 يناير المجيده، ثوره العزه الكرامه الحريه العداله الاجتماعيه الديمقراطيه. ابنك كان عنده كام سنه واستشهد امتى؟ ابني 32 سنه اعزب. اما بالنسبه للصوره دي، هو دبلوم بعد حصوله على الدبلوم. هو ما كانش يعني مهتم بمواضيع الصور. يعني الحمد لله انا راجل حياه عمليه، فواجد في اولادي الحياه العمليه. واستشهد امتى وازاي يا حاج؟ استشهد يوم جمعه الشهداء، شهيد جمعه الشهداء، جمعه غضب 28/1/2011. فين؟ بثورة 25 يناير. استشهد فين؟ سيادتك كانوا جايين المجموعة لما الاتصالات اتقطعت، كانوا موجودين على كورنيش التحرير عند في شبرا الخيمة، متجمعين كلهم الصحبة وجايين هنا يوم جمعة الغضب. طلع عليهم أمن الدولة، اسم أول شبرا الخيمة الأمن المركزي، خرطوش قنابل مسيلة للدموع حي. ابني والله العظيم ثلاثة، ابني دخل وراهم لغاية البيوت المنطقة السكنية من الكورنيش لغاية جوه بيوتهم. ابني اتكفأ قدام الباب ثلاث طلقات بفروة الرأس، خرطوش يملأ الدار بأكمله. افترى، ده افترى، افترى الداخلية، افترى الرئيس الحاكم السابق المخلوع ديكتاتور. طب واللي قتلوا ابنك فين دلوقتي يا حاج؟ اللي قتلوا ابني انا اتهمت، لاني بالنسبه للناس الكبيره خايفين يقولوا ان المباحث اللي ضربته الامن المركزي اللي ضربه. لا، انا اتهمت مدير امن الايوبيه ومدير جهاز الامن المركزي وكوزير بصفته وزير الداخليه والقائد الاعلى لوزاره الداخليه اللي هو الدكتاتور. انا طب بالنسبه للصندوق اللي كان اعلن عنه المشير لاهالي الشهداء والمصابين، هل اي حد هل تم الاتصال بيك من اي جهه بخصوص الصندوق ده والتعويضات ولا لا؟ انا بروح الصندوق كلها لعبه بالالفاظ، ولا حاجه سنه النهارده ما عملوش حاجه، لا الشهيد ولا مصاب. هو طياره بتوديه وطياره بتجيبه والحراسات اللي موجوده. يعني انا وجهه نظري انا بروح المحكمه على طول يوميا، كل الجلسات حضرتك من البدايه للنهايه، تمام؟ ممكن يتكلف على البلد يوميا الدكتاتور نص مليون جنيه عشان يجي المحكمه. وفيه يوم جه واحنا موجودين في المحكمه، جه الساعه 11 والجلسه الساعه 10، المحكمه فضلت مستنياه. يبقى فين بقى؟ يبقى معنى كده ان هو مازال هو يرقص البلاد، مازال يرقص البلاد، ومازال وهو على سريره وبين القضبان بيأمر وينهي في البلاد. كل حاجه هو اللي بيعملها. طب يوم 25 يناير الجاي هتبقى معانا هنا يا حاج؟ انا موجود كل يوم من شهر 2 هنا تحرير، انا موجود من في عباسيه، في مزبيرو، في بلون، في محمد محمود، في رئاسه الوزراء، كل المواقع دي كلها. انا واخد ست غرز في موقعة البلون، المزارع المضاده، راجل 63 سنه خدمت وشلت البلد على كتفتي، ومن رجاله 73، من رجاله العبور، من 73، من 67 حرب الاستنزاف حضرتها كلها، كنت خدمه جبهه. زياده على كده العالم مصر كان متنكس. 73 شباب، 73 رفعوا التنكيز بتاعه وبقى اعلى علم في العالم. انتصرنا على امريكا نفسها بشباب مصر كلها. والنهارده الشباب اللي بيتجر في محمد محمود اللي رمها في الزباله، والبنت اللي اتسحلت على الارض وكشف العذريه على البنات هنا في المتحف والمعتقلين، فين؟ فين؟ فين الحكم؟ فين رئيس البلاد؟ هو يدان في عباسية، في بلون، في مزبيرو، محمد محمود، في رئاسة الوزراء، رئيس البلاد. دلوقتي مبارك بيتحاكم بإيه؟ بجناية قتل الشهداء. فهو دلوقتي رئيس البلاد، المجلس العسكري يدان في الخمس مواقع دول. تاني أقرر، تاني حمدي مدين طلع علينا هنا، حمدي مدين واحنا موجودين في الصينية، جرانا 63 سنة، جرانا لغاية ميدان عبد المنعم رياض، واحنا معتصمين بادبنا هنا في الصينيه دي، تمام؟ رجعنا على مرجعنا لقينا سيادتك حارقين الخيام وع
حارقين البطاطين وحرقنا الفيسب بتاع المصابين. عملنا ايه؟ بيهاجمونا في كل مكان، هاجمونا في البالون وجم هنا هاجمونا، والمثلث ده اللي قدام المجمع جم برضو حرقوا برضو الخيام وتهجموا علينا شهداء ومصابين. احنا عايزين ايه؟ احنا دلوقتي عايزين حق عيالنا. وبعدين دول ما كانوش طالعين لا البدله ولا شوز، طالعين من اجل الحريه، العزه، الكرامه، العداله الاجتماعيه، ديمقراطيه، سقوط نظام، النظام ما سقطش، ما زال النظام موجود، والمجلس العسكري الدور الثاني للنظام.